بتوجيهات من سيدي القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله بن خليفة المري، على إصراره في إشراك الطلاب والطالبات في ملتقى حماية الدولي، لأن ملتقى حماية الدولي أساس المحاورة حول دور المؤسسات التعليمية والأمنية والبحثية في مجال المخدرات، فكان لابد من إشراك الطلبة والطالبات بحيث أنهم يستفيدون من هذا من الأوراق الموجودة، أو إذا كانت من المشاركة بحد ذاتها وإشراككم في مع الجمهور.